باكستان وحرب الأفلام الهندية. نبقى في نفس المنطقة، اتكلمنا قبل كده إن أكبر حادث من 15 سنة اتعرض ليه الجيش الهندي، قتل عدد كبير من الأفراد، اتهمت فيه باكستان، وقلنا إن الزعيم مودي رئيس وزراء الهند اتهم باكستان، والزعيم الباكستاني نواز شريف قال إن إحنا لا يمكن أن نرعى الإرهاب وإن باكستان دولة سلام وتريد حلا مع الهند. الموضوع انتقل من الصراع بين الجيش والجيش والدولة والدولة والحكومة والحكومة إلى الصراع بين دور السينما. احنا عارفين السينما الهندية شهيرة جدا، بوليود من أشهر وأقوى السينمات في العالم. الهند بتنتج في السنة 800 فيلم، بتكسب في السنة 3 مليار دولار. باكستان رغم أنها نفس الثقافة ولغة متقاربة جدا، إلا أن السينما فيها ضعيفة للغاية، لكن في انتعاش محدود في السينما الباكستانية، حوالي 60 فيلم في السنة دلوقتي، لكن فيش وجه مقارنة. باكستان 60 فيلم في السنة، الهند 800 فيلم في السنة. باكستان مش لاقية تمول أفلامها، الهند عندها فائض 3 مليار دولار سنويا. المعركة بدأت بين دور السينما، فباكستان منعت عرض الأفلام الهندية، والهند طردت ممثلين باكستانيين كانوا بيشتغلوا في الأفلام الهندية، فبقت حرب بين بوليود اللي هي السينما الهندية ولوليود اللي هي السينما الباكستانية. بوليود جاية من كلمة بومباي اللي هي مدينة بومباي في الهند، خدوا حرف الب من بومباي، هي طبعا على غير هوليود. طب ليه بوليود خدوا الب من بومباي فسميت بوليود؟ التانيين عندهم لاهور اللي هم باكستان، فخدوا حرف اللام من لاهور وسموها لوليود. قبل كده سبق لي أني طرحت عدة مرات أن احنا نطلق موليود في مصر وناخد حرف الميم من مصر، وتبقى صناعة السينما المصرية عالمية تحت شعار واسم موليود. في كل الأحوال نتكلم في موليود لاحقا، إنما المعركة الآن بين لوليود وبوليود، السينما الباكستانية والسينما الهندية، دول قفلوا دور السينما ودول طردوا ممثلين، والأجواء هناك قد تقود إلى حرب رابعة.